تحياتي ليك يا كابتن ميدو، وتحياتي لكل المشاهدين ومتابعين قناه الاهلي في كل مكان. اخبارك ايه الاول؟ طمنا عليك. كله تمام يا كابتن ميدو، انت اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. طمنا بقى على الفريق، وطمنا على اخر استعداد الفريق، وطمنا عن وصول انيس شعلالي وكل الاخبار الجديده عندك يعني. طبعا الفريق بيستعد، او بالتحديد استأنف استعداداته امبارح، وتواصلت هذه الاستعدادات النهارده اليوم التالي على التوالي للفتره المهمه المقبله بالنسبه للفريق، عقب التأهل لدور 16 من دوري ابطال افريقيا، وده كان الهدف الاساسي، وايضا عقب الفوز ببطوله الدوري كان احدى الاهداف المهمه بالنسبه للنادي الاهلي. بالتالي الفتره المقبله فتره مهمه برضه يا كابتن ميدو بالنسبه للفريق، فالاستعدادات اكيد متواصله بالنسبه للنادي الاهلي. لكن النهارده المران كان الساعه 9 صباحا، قاده كابتن احمد ايوب طبعا نظرا لعدم تواجد كابتن حسام البدري، تمام، وتواجده في كندا لزياره اسرته. وبالمناسبه كابتن حسام البدري هيطلع دايركت على طول من كندا على دبي عشان ينضم لمعسكر الفريق مواجهه فريق الفجيره هناك في دبي. التدريبات عايزين نتكلم عن نوعيه التدريبات شويه كابتن ميدو، هو التركيز على الناحيه البدنيه بشكل كبير جدا، خصوصا ان الفريق كان واخد 48 ساعه طبعا راحه بعد رحله شاقه جدا في الجابون. فبالتالي كابتن احمد ايوب وجهازه المعاون طبعا بيأدوا او مركزين بشكل كبير على الناحيه البدنيه لارتفاع المعدلات البدنيه بالنسبه لبعض لاعبي النادي الاهلي، خصوصا ان اللاعبين المتواجدين دلوقتي في تدريبات النادي الاهلي مش كلهم اللي بيشاركوا بصفه اساسيه، فبالتالي اكيد محتاجين معدلات بدنيه عاليه بالنسبه لهم خلال الفتره دي عشان يكونوا جاهزين طبعا في اي وقت ممكن الجهاز الفني يحتاجهم في خلال الفتره المقبله. التدريب او اللاعبين الموجودين يا كابتن ميدو حوالي 16 او 17 لعيب اللي بيشاركوا في تدريبات النادي الاهلي، نظرا لتواجد عدد كبير من لاعبي الفريق في مختلف المنتخبات، سواء منتخب مصر الاول، المنتخب الاولمبي، المنتخب الجنوب افريقي طبعا بثماني ويمكن لعب مباراه وتالق فيها، منتخب المغرب لوليد ازارو، ايضا علي معلول، جونيور اجاي لسه ما سافرش طبعا، هيسافر اول ما التاشيره تجيله، واحتمال يلحق المباراه الثانيه منتخب نيجيريا في معسكر بولندا، هيلعبوا صربيا في المباراه الثانيه، المباراه الاولى مع بولندا مش هيلحق جونيور اجاي، المباراه الثانيه هيلعبوا صربيا ان شاء الله بنسبه كبيره هيلحق هذه المباراه. الامور بشكل عام ماشيه بشكل جيد، النهارده مع نهايه المران ايضا كان في تقسيمه معتاده وشارك فيها جميع اللاعبين بشكل جيد جدا، وتالق بعض اللاعبين زي حسام غالي اللي يمكن عمل تقسيمه جيده جدا النهارده يا كابتن. تمام يا امير، يعني قول لي ردود افعال اللاعبين على القرعه الافريقيه. ما فيش ردود افعال يعني كبيره بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، خصوصا يا كابتن ميدو ان النادي الاهلي دايما بينافس على البطوله، واللي بينافس على البطوله ما بيركزش مين اللي معاه في المجموعه، بيبقى مركز بس ان هو يفوز في اي مباراه يخوضها في بطوله دوري ابطال افريقيا. وبالتحديد يا كابتن ميدو السنه دي النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا على البطوله دي، ان هو ان شاء الله يقدر يفوز فيها، لانه عارف ان الهدف الاساسي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي هو الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان الفريق بقى له 5 سنين ما بيفوزش بالبطوله دي، فبالتالي هي غايبه بقى لها فتره، فبالتالي اللاعبين مركزين بشكل كبير جدا بغض النظر عن مين المتواجد في مجموعه النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا هو الصعوبات اللي هتواجه النادي الاهلي هو اوغندا وبوتسوانا والسفر والارهاق بتاع السفر، بخلاف طبعا فريق امام فريق الترجي دي بالنسبه لنا قريبه شويه، واجواء يمكن الاهلي بيحبها جدا، وملعب رادس طبعا النادي الاهلي يعني ده يعتبر ملعب مهم جدا بالنسبه لنا وحققنا عليه انجازات كبيره، والنادي الاهلي صعد وفاز ببطوله دوري ابطال افريقيا من خلاله. لكن هو يعني التخوف كله من اجهاد السفر سواء لبوتسوانا او اوغندا طبعا اللي هنقابل فرقهم في بطوله دوري ابطال افريقيا بالتحديد في دوري المجموعات. لكن بشكل عام الفريق مركز بشكل كبير جدا يا كابتن ميدو في هذه البطوله، وخصوصا بعد حسم بطوله الدوري بشكل رسمي والفوز ببطوله رقم 40، ومش بس بطوله افريقيا اللي مركز فيها الفريق، طبعا البطوله العربيه ايضا بطوله مهمه بالنسبه للنادي الاهلي وبطوله كاس مصر. الفريق ان شاء الله وجميع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني مركزين ان هم يحققوا اي بطوله ان شاء الله يشاركوا فيها هذا الموسم، خصوصا في ظل الحاله الفنيه العاليه جدا عند اللاعبين، وايضا الجهاز الفني مركز على الجزئيه دي بشكل كبير وعايز يستغل هذه الفرصه طبعا لحصد اكبر كم من الالقاب ان شاء الله هذا الموسم، وبالتحديد طول دوري ابطال افريقيا اللي ان شاء الله الفريق مركز فيها بشكل كبير جدا. والنادي الاهلي طبعا ما بيهابش اي فريق هيقابله في هذه البطوله، عشان زي احنا عشان كابتن ميدو اللي عايز يفوز بالبطوله بيركز في اي مباراه بيبقى مش فارق معاه هيقابل مين، وهو ده اللي مركز عليه فريق النادي الاهلي الفتره الحاليه يا كابتن. تمام، طمني يا امير، كل اللعيبه هتسافر ولا في لعيبه هتستنى هنا في القاهره؟ لا، بنسبه كبيره كل اللعيبه ان شاء الله هيكونوا متواجدين في مباراه الفجيره، خصوصا كابتن حسام البدري عايز يجرب بعض اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا الفتره الاخيره، زي ما انت عارف كل اللي كانوا بيشاركوا تقريبا متواجدين
في المنتخبات، فبالتالي هتبقى فرصه كويسه جدا لكابتن حسام بدري ان هو يقف على مستويات بعض اللاعبين نظرا لاحتماليه الاحتياج ليهم خلال الفتره المقبله في مختلف البطولات اللي هياخدها او النادي الاهلي او مختلف المباريات بشكل عام، وايضا تجهيزا ليهم لست مباريات المتبقيه من بطوله الدوري الممتاز واللي هيكون فيها استراتيجيه مختلفه من كابتن حسام البدري وجهاز المعاون لدفع بعض اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا في الفتره الاخيره لتجهيزهم وطبعا الوقوف على مستواهم ومدى امكانيه الدفع بيهم في بعض المباريات المهمه بالنسبه للنادي الاهلي. تمام امير، برضو طمنا لو في كلام عن صفقات جديده، في كلام عن رجوع لعيبه من اعراض، طمنا لو انت عندك اخبار. طيب خلينا نتكلم بالتحديد عن صالح جمعه يا كابتن ميدو. صالح جمعه عودته شبه اصبحت رسميه بالنسبه للنادي الاهلي، وده من خلال كلامي مع الكابتن حسام بدري اثناء تواجدنا في الجابون. كابتن حسام البدري قال ان صالح جمعه خلاص يعني هيرجع وهيعود وينضم لصفوف النادي الاهلي للفتره الجايه، طبعا في اول فتره انتقالات وفتره انتقالات الصيفيه. خليني اقول لك ان صالح جمعه يمكن موقع هناك في السعوديه حوالي سنه ونص اعاره، لكن بالزبط. في بند في العقد انه في اي فتره انتقالات احتاج النادي الاهلي لعوده صالح جمعه يعود مباشره. كابتن حسام بدري قال ان هو متابع صالح جمعه من الناحيه الفنيه من الناحيه البدنيه بشكل كبير جدا، ومتابع طبعا اداؤه هناك في السعوديه، فبالتالي هو شايف ان الفتره الجايه هيكون في احتياج لصالح جمعه ويمكن عودته حسمت بشكل كبير. خليني اقول لك ايضا ان ناصر ماهر عودته حسمت رسميا مع نهايه الموسم. ناصر ماهر هينضم طبعا من صفوف سموحه، وهو كان اعاره من النادي الاهلي لسموحه، هينضم لصفوف الفريق خصوصا في ظل القناعه التامه جدا من كابتن حسام البدري بهذا اللاعب، وهيحتاجه بشكل كبير جدا خلال الفتره الجايه، فبالتالي ايضا هو احد اللاعبين العائدين بشكل رسمي بالنسبه للنادي الاهلي. ايضا بقيه اللاعبين المعارضين بنسبه كبيره كابتن حسام بدري هيستقر على عوده عدد كبير جدا منهم، وبعد طبعا عودتهم هيقرر هل ممكن حد تاني يطلع اعاره او الامور هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه للفريق ده على حسب طبعا الرؤيه الفنيه لكابتن حسام البدري. لكن بالنسبه للصفقات الجديده كابتن حسام البدري خلاص ما بيفكرش في الناحيه الهجوميه بالنسبه للنادي الاهلي، او كفرو الصريح النادي الاهلي خلاص ما بيفكرش في هذه الجزئيه، او كابتن حسام البدري بالتحديد ما بيفكرش في الجزئيه دي خصوصا في ظل تواجد ثلاثه مهمين جدا سواء وليد بازارو هداف الدوري، مروان محسن وصلاح محسن ايضا مهاجمين مميزين جدا، فبالتالي كابتن حسام بدري قافل جزئيه المهاجم اللي ممكن يحتاجه خلال الفتره الجايه، مش هيكون محتاج مهاجمين، هو كابتن حسام بدري محتاج بالتحديد خط واحد في طبعا مساك خط دفاع في النادي الاهلي، وهو ده اللي بيسعى ان هو يدور عليه خلال الفتره المقبله. وارد جدا ان هو يكون مدافع محلي خصوصا ان احنا عندنا اربع اجانب على مستوى عالي جدا، لسه مش عارفين الامور هتبقى ماشيه ازاي بعد. سمعنا كلام عن رامي صبري يا امير، الكلام ده فعلا حقيقه ولا لسه؟ بنسبه كبيره رامي صبري طبعا هيكون احد لاعبي النادي الاهلي في الموسم الجديد، يعني بنسبه كبيره، خصوصا ان هو اللاعب كان واخد وعد من اداره انبي. طبعا احنا عارفين كابتن ميدو الاهلي كان بيحاول يتعاقد مع في يناير بالظبط، مفاوضات بس بدات بالفشل، فبالتالي هو كان واخد وعد من اداره انبي وظل ايضا تمسك النادي الاهلي لضم رامي صبري، فبنسبه كبيره ان شاء الله رامي صبري هيكون احد المدافعين، لكن ممكن ما يكونش هو المدافع الوحيد. لسه في فكر عند الكابتن حسام البدري ان يضم مدافع اخر، خصوصا ان هذا المركز بالتحديد بيبقى فيه نقص عددي بالنسبه للكابتن حسام البدري، وده اللي دفع الكابتن حسام البدري ان هو يشرك ايمن اشرف في هذا المركز. طبعا اللاعب تالق بشكل كبير وانضم من خلال هذا المركز لمنتخب مصر، لكن هو ده المركز اللي بيقرب كابتن حسام البدري وبيحاول من خلال ان هو يدعم بعض اللاعبين في هذا المركز بالتحديد يا كابتن. تمام يا امير، يعني اخبار وليد سليمان ايه؟ يعني اعتقد ان وليد سليمان كان عنده امل كبير ان المنتخب الوطني او بقياده هيكتور كوبر يضمه في الفتره الحاليه، لكن للاسف لم يتم اختيار وليد سليمان في قائمه المنتخب في المباراتين والوديتين المقبلين، فاخباره ايه؟ اتكلمت مع الروح المعنويه حاله الاصابه بتاعته وصلت لفين؟ لو عندك اخبار. طيب بص هقول لك على حاجه يا كابتن ميدو، مش لعيب طبعا هيبقى مبسوط ان هو ما راحش منتخب مصر، وليد سليمان ما شاء الله لا قوه الا بالله، الراجل الفتره اللي فاتت بيأدي بشكل مميز جدا واحد العناصر الاساسيه والمهمه واللي بتعمل فارق كبير جدا مع النادي الاهلي، هو اكيد مبسوط بمستواه مع النادي الاهلي، لكن اكيد مش مبسوط بعدم انضمامه لمنتخب مصر، وهو احد اللاعبين المهمين جدا في صفوف النادي الاهلي، فبالتالي كان من المهم او طبعا حسب رؤيه مستر هيكتور كوبر، الراجل طبعا اكيد دي رؤيه خاصه، لكن احد اللاعبين المميزين جدا وليد سليمان اكيد مش مبسوط ان هو مش متواجد في منتخب مصر، ويمكن عنده بعض الاجهاد شويه وشارك في التدريبات او هيشارك في التدريبات بشكل طبيعي خلال الفتره
المقبله، لكن خليني اقول لك مش وليد سليمان بس، يعني يمكن عمرو السوليه. عمرو السوليه ايضا بيأدي اداء جيد جدا مع الفريق خلال الفتره الماضيه، ويمكن كان في توقع ان عمرو السوليه يروح او ينضم للمعسكر ده بالتحديد، معسكر مهم بالنسبه لمنتخب مصر، وايضا ما انضمش، لكن لسه الفرص قائمه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي ان هم ينضموا خلال الفتره المقبله، وبالتحديد وليد سليمان او عمرو السوليه اللي عندهم امال كبيره جدا ان هم ينضموا صفوف المنتخب المصري، وبالتحديد في بطوله كبيره جدا زي بطوله كاس العالم ان شاء الله. اكيد يا امير، يعني عايز اشكرك في النهايه على كل هذا التوضيح والتفاصيل اللي انت شرحتها لنا بمنتهى الدقه. شكرا جدا امير هشام مراسلنا في النادي الاهلي.